الدكتور محمد أبو فرحة. نشأ دكتور أبو فرحة في أسرة ذات أصول علمية، مما جعله يكمل المسيرة، فدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، وحصل على الماجستير في اللوجيستيكس والدكتوراه في اقتصاديات السلوك النفسي. أصل الحكاية، كان يعمل بالتجارة، ولتأمين موارده بدأ بزراعة المحاصيل الزراعية وتأمين طرق نقلها، فعمل بمجال النقل والشحن. ولمواجهة تحديات أعطال أسطول سيارات النقل، قام باستيراد قطع الغيار اللازمة. راجت زراعته وزادت عن حجم احتياجات السوق المحلي، فقام بتصديرها للخارج، وبتلك الأنشطة تكونت شركة أبو فرحة جروب. لكن مع انشغاله بالتجارة، كان لدكتور أبو فرحة اهتمام وشغف آخر، مجال التنمية البشرية. لذا فقد توسع وشارك في إنشاء شركة أويرنس للتدريب وتنمية الموارد البشرية، ومركز للتدريب والتنمية بمدينة الرحاب، واستضاف كثيراً من المدربين العالميين أمثال الدكتور إبراهيم الفقي وستيفن كوفي صاحب العادات السبع، وفيليب كوتلر ومايكل بورتر ورام شاران وتوني بوزان وآخرين. للدكتور أبو فرحة مساهمات عدة في نشر علم التنمية البشرية، فقد ألف أكثر من 15 كتاباً في التنمية البشرية، قدم العديد من البرامج في الفضائيات، ألقى العديد من المحاضرات داخل مصر وخارجها. كل هذا يبذله دكتور أبو فرحة كرد لدين العلم الذي حصله داخل هذا الوطن، ويريد أن يعم نفعه على شباب مصر كي يحقق حلمه الخاص في نشر رسالة التنمية من أجل مصر أفضل.